استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحامد الصباح ووزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية فرنسا جان إيف لودريان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.